لقي أكثر من 70 شخصا حتفهم، وأحرقت عشرات المنازل في معارك بين المسلمين والمسيحيين في بلدة بجمهورية أفريقيا الوسطى في تصاعد حاد للعنف، ما يؤكد شدة التحدي الذي تواجه قوات حفظ السلام الفرنسية والأفريقية التي تحاول استعادة الأمن في بلد مزقه العنف الطائفي. وقالت الشرطة في مبيكي التي تبعد 100 كيلومتر عن المنطقة حول بلدة بودا التي وقعت فيها أعمال القتل، إن المسيحيين هاجموا المسلمين بعد أن قاموا بمسيرة في البلدة. هذا فيما استمر نزوح السكان المسلمين في حي مسكن بالعاصمة بانجي من منازلهم هربا من العنف، رغم الجهود التي تبذلها القوات الفرنسية والأفريقية لتأمين المدينة. وحمل السكان متعلقاتهم وتركوا منازلهم في محاولة لإيجاد ملجأ آمن من عمليات النهب والقتل المستمرة والهجمات التي تستهدف المسلمين ممتلكاتهم في هذا الحي، حيث تشن عصابات هجمات انتقامية. إدوارد جيليو قائد القوات الفرنسية: تقييمنا للوضع هو أننا على مسار إيجابي، لم ننتهي بعد ولم نفز حتى الآن، ولكن نحن في عملية استرداد واستعادة الأمن في بنغي. ويبلغ قوام القوات الأفريقية 5000، بينما يصل عدد القوات الفرنسية 1600 جندية. وطالبت الرئيسة الجديدة المؤقتة لجمهورية أفريقيا الوسطى كاثرين سامبابانزا بزيادة عدد القوات في بلادها لاستعادة السيطرة. واندلع العنف الطائفي في البلاد منذ استيلاء متمرد سيليكا على السلطة في مارس الماضي، ورغم تنحي زعيم المتمردين عن السلطة الشهر الماضي بعد أن تعرض لانتقادات دولية واسعة لعجزه عن إيقاف موجات القتل، لم يؤدي هذا إلى وقف العنف. وانسحبت حركة سيليكا من بانجي تاركة للمسلمين عرضة لهجمات ميليشيا مناهضي بلاك المسيحية وعصابات أخرى تمارس عمليات القتل والنهب. رحاب على رويترز.